زيدان ويوسف الامين ما كانوا موجودين مباراه الاردن، شفناهم اساسيين مباراه عمان، خلقوا الفارق. استاذ علي انا من اتحدث لك بالعمل الفني الصرف انت يجوز ما تقبل. لا والله ليش ما اقبل؟ برافو علي. اذا اكو لاعب يستحق يلعب بمنتخب العراق على اعتباره يلعب بالدوري الانجليزي او يقعد احتياط او يشارك كذا فتره زمنيه بالمباراه، هذا الولد علي الحمادي. هذا راي الشخص الفني، هذا يستحق يتواجد بالمنتخب العراقي فقط. هاي شوف المحترفين، هذا راي بكل اللاعبين المغتربين. هاي يعني لعد يوسف وزيدان شنو؟ لا 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 لا، زيدان شفناه بهاي اللعبه انا شفتها الفاتت لاعب عادي، حاله حال اي لاعب عراقي يلعب، او يجوز انه احيانا هو افضل شوي او لاعب العراقي افضل منه شوي، يعني مو اضافه. ها زيدان مو اضافه؟ اي هاي هذا راي الشخص الفني. ويوسف الامين؟ لا لا لا، بس هذا علي الحمادي يستحق يلعب منتخب الوطن العراقي لان جاي من يعني على قولتك على قولتك كابتن ماكو مشكلة. كابتن اذا تسمح على قولتك نجيب علي الحمادي وقولتي ونكمل التصفيات مثل ما انت قلت، انا وقولتي وننزل من الفلبين. شلون نجيب علي الحمادي وقولتي ونلعب نكمل التصفيات؟ انت مو لك تصريح تقول لا لا مو انا ليش انا ليش اقول لك انت اعلامي من نتحدث وياك بالعمل الفني ما تعرف تاخذ وتطو وياي، شوف انت وين رحت، شذيت عن الموضوع. فلهذا انا جاي اسالك كابتن، انا من قال لك انا بنقر مو انتقاص من قيمتك، بس هي المشكله بالعراق الاعلامي يحكي بالعمل الفني، الصحفي يحكي بالعمل الفني. انت شفت تحددت برايي فني كابتن طالب المشجع، انت شفت تحددت برايي فني وخلطت علينا الاوراق. زين انت شفت تحددت برايي فني، مو هذا رايك يا كابتن اللي انت جاي الان تقول لي هذا رايك، هذا رايك مو منطقي مع احترام الراي. لا 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 منطقي، تدري ليش؟ لان كاساس ما جاب لي محمد صلاح، ما جاب لي رياض محرز حتى يجي معزز مكرم يلعب بالمنتخب الوطني. انا اريد لاعبين على هالمستوى، ذول الولد مو اضافه، هي ضحك على الذقون لو عمل فني والدنيا يعني كلها شوفه يعني ويوسف مو اضافه وميرخاس مو اضافه وحسين مو اضافه. لا 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 لا